من أجل تسليط الضوء على سياسات العراق النفطية للخروج بمقترحات قد تخدم عملية التنمية الاقتصادية في البلد، نظم قسم هندسة النفط بكلية الهندسة في جامعة كربلاء وبالتعاون مع وزارة النفط ندوة علمية تحت عنوان نفط العراق بين الحاضر والمستقبل بحضور عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي في البلاد. الجامعات العراقية عادة تقوم بإقامة ندوات، ولكن ما يميز هذه الندوة أنه متخصصة مع باختصاص قسم هندسة نفط بتروكيماويات عن مستقبل صناعة النفط في العراق. في هذا الوضع يعني المتردي الأسعار والتقلبات واعتماد الموازنة كليا على النفط، من الضروري أن يتعرف التدريسي ويتعرف الطالب على أين يقع العراق وما هو المستقبل الذي ينتظره وما هو مستقبل المحافظة في مجال الصناعة النفطية. كبلد نامي مثل العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط، يحتاج إلى أنه يوسع بالصناعة النفطية بإنتاج بناء المصافي و يعني شركات معامل بتروكيم كيمياويات، حتى يصير عندنا مورد اقتصادي آخر مكمل للإنتاج النفطي الاعتيادي. الندوة ناقشت تأثير النفط الصخري على مستقبل الصناعة النفطية وأسعار النفط العالمية، فيما أشار المشاركون في الندوة إلى ضرورة تشريع قانون النفط والغاز باعتباره ينظم عملية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية، سيما وأنها المغذي الوحيد لموازنة الدولة. عند دخول النفط الصخري إلى المنافسة أدى هذا إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، ولأهمية هذا الموضوع طرح اليوم في هذه الندوة. أما المحور الثالث فهو محور مهم يتناول قانون النفطي والغاز المزمع تشريعه في البرلمان العراقي، والذي طرح منذ الدورة البرلمانية الأولى وإلى اليوم لم يشرع، وسوف نتناول أسباب تأخيره وماهية هذا القانون في هذه الندوة. تطرقنا إلى موضوع الاحتياطي العالمي للنفط، وكيف أن العراق يحتل رابع دولة في احتياط النفط بالعالم. عليه أن العراق يمتلك ثروة، هذه الثروة إذا ما سخرت بالاتجاه الصحيح ونجم عن هذا التسخير عوائد سواء كانت فنية أو اقتصادية أو اجتماعية لتنمية البلد، فإن العراق سينهض بشكل صريح وواضح ويصبح في مصاف الدول المتقدمة. استثمار المواد النفطية بالشكل الأمثل وحل المعضلات الفنية الخاصة بالصناعة النفطية، إضافة إلى التعرف على أسباب تأخر إقرار قانون النفط والغاز، كان من بين أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة. من كربلاء، طارق الخفاجي، قناة الرشيد الفضائية.